السلام عليكم. النهاردة هنحل مع بعض القطع اللي بيكون فيها كلمات ناقصة علشان الشكاوي اللي بتيجي منها، وان هي جديدة عليكم واول مرة تكون عندكم. انا هقول لكم طريقة هتحسوا ان دي مش جديدة عليكم، وان انتم من طول عمركم بتاخدوا القطعة دي من غير ما تحسوا. ازاي يا ميس؟ تعالوا نشوف. اول حاجة نبدأ بالقطعة دي، صفحة 43، كتاب جيم. الكتاب ده، يلا نبدأ. I always enjoy journey by train. أنا دائما بستمتع بالسفر بالقطار. A train is kind of not transport that is safe and fast. بصوا، ماليش دعوة بقى القطعة دلوقتي. بيقول القطار نوع من وسائل المواصلات الايه؟ الآمنة وسريعة. كأني يعني القطعة دي كلها مش موجودة، وادي عندي قطعة جملة واختيارات زي اللي تحت دول بالظبط. مش عبارة عن جملة واختيارات، هذه نفس النظام، دي عبارة عن جملة واختيارات. أتمنى تكون واضحة، الخط يكون واضح بالنسبة لكم، عشان بس الموبايل ده تصويره ضعيف شوية. فأنا هاخد من أول: A train is kind of not transport that is safe and fast. يعني القطار نوع من وسائل المواصلات الإيه؟ الآمنة وسريعة. أبص فوق في الاختيارات، ماليش دعوة، جملة وعندي اختيارات زيها زي اللي تحت، فليه بنقول حاجة جديدة وخايفين منها وكله متوتر منها وحاجة جديدة علينا يا ميسي السنة دي؟ لأ، مش جديدة عليكم، دي جملة وفيها اختيارات زيها زي دي. طب نبص هنا: special خاص، لأ، فرز معدية ملهاش علاقة بالموضوع، public عامة وسائل المواصلات العامة، يبقى صح public. تمام. When you are on a train، عندما تكون في القطار، ادي جملة تانية خالص جديدة، you can enjoy the night views like valleys and villages. يعني لما بتكون في القطار بتستمتع بالمناظر الايه؟ زي الوديان والقرى والحاجات دي. ادي خلاص في واحدة طالما متأكدين منها يبقى خلاص لا غنى عن الاختيارات. عندي جملة من اول when لغاية village، ادي when you are on train بتستمتع بالمناظر الايه؟ المناظر الخاصة؟ لا، مفيش حاجة اسمها المناظر الخاصة. المناظر المعدية؟ لا. المناظر الجميلة؟ أيوه، يبقى هي دي beautiful. تمام. most trains أغلب القطارات نقط the platform on time. أدي جملة صغنونة خالص، أغلب القطارات، هلاقي إن الجملة دي مفيهاش فعل. لو بصيتوا كده most trains نقط the platform on time، أغلب القطارات بتعمل إيه للرصيف في الوقت؟ ما عنديش فعل، معنى ذلك إن الجملة دي لازم يكون فيها فعل. طب يا مس أعرف أول الجملة وآخرها إزاي؟ من النقطة، أدي النقطة وأدي النقطة، يبقى الجملة دي خلصت، وأدي جملة ما فيهاش فعل ما ينفعش. تعالوا نشوف كده الأفعال اللي فوق هنا: are leaving و leave. are leaving ما تنفعش، إحنا عايزين حاجة تكون بتعبر عن الحقيقة دائما، يبقى هنختار leave. most trains leave their platforms، يبقى رقم 3 leave. some trains، معظم القطارات، go near the Nile، بيمشوا جنب النيل. so you can see not crossing the Nile، ممكن نشوف ايه في النيل من غير ما اشوف الاختيارات، انا ما عنديش الاختيارات دي اعرف. بشوف طبعا المعديات في النيل، شايفين بكل بساطة وبكل سهولة. طب تعالوا نشوف قطعة تاني دي: in large towns or cities، في اغلب المدن الكبيرة، trams are often a good solution. يعني الترامز جود سولوشن، يعني حل كويس، تو بابليك نوت بروبلمز. تو بابليك ايه؟ يعني الترام بيكون حل كويس لمشاكل ايه العامه؟ هناك كانت ناقصه بابليك، هنا ناقصه ترانسبورت، لمشاكل وسائل المواصلات العامه. ندخل على الجمله اللي بعدها: they can carry a large number of، يعني الترام ده بيشيل عدد كبير من، عدد كبير من ايه؟ معروفة الترام بيشيل عدد كبير يا اما من people او من المسافرين. طب ادور على كلمة people، مش موجود. المسافرين اهي، passengers اللي هي المسافرين، والكلمات كلها عندكم في المنهج. اللي هيذاكر الكلمات صح في المنهج هيعرف يحل القطعة دي كويس ويبقى فاهم القواعد طبعا. while trains carry lots of people quickly over a long distance، يعني لما القطار بيحمل عدد كبير من الناس المسافات طويلة، and buses الاتوبيسات carry small number، بيشيلوا عدد صغير من الناس، for short journey لمسافات قصيرة، في الوقت ده trams are ايه in cities than train، يبقى الترام ايه بالنسبة للمدن عن القطارات. عندي هنا يعني بصوا، من قبل ما ابص فوق في الاختيارات يا جماعه، عندي الجمله trams are not in cities than، عندي than يا مس في الجمله، than يبقى عايزه صفه فيها er على طول، حتى لو انا مش فاهم معنى الجمله، اعتبر ان انا مش فاهم الجمله دي. trams are ايه in cities، يعني ايه القطار ايه في المدينه؟ مش فاهم انا الترام ايه في المدينه عن القطر، مش فاهمه، بس عندي than، عندي than، يبقى ادور على صفه فيها er better او better.
تمام زي بتحب تنطقوها يعني. Because they not more often and faster and safer than buses. ليه هم دي افضل من الاتوبيس؟ علشان they not they بعد الفاعل يبقى عايزه فعل هنا، عايزه فعل، عايزه فعل، طالما فاعل ودي باقي الجمله ما فيهاش فعل يبقى عايزه فعل. دي مش فعل، stop stops الاثنين فعل. طب هنا الفعل ايه؟ جمع، يبقى هياخد stop. تمام نحل واحده كمان، يلا نحل دي كمان، بعد كده نحل كام واحدة في كتاب المعاصر برضه. كان في واحدة قبل دي تقريبا، اهي. Rail transport is used for carrying both goods and people. يعني وسائل المواصلات بتاعت السكة الحديد بتحمل النوعين، البضائع goods هنا يعني البضائع، طالما good good دي يعني جيد، اضاف لها اس goods تبقى بضائع. تمام؟ and people. It's a popular public transport. دي وسيلة مواصلات عامة، هي مكتوبة كاملة هنا المرة دي. Many towns have a train station. عديد من المدن عندهم محطة قطار. Trains aren't نقط. القطارات مش ايه؟ أنا معرفش مش ايه، طب أكمل الجملة عشان أعرف، دي مش نقطة، دي كومة، يبقى لسه باقي الجملة. So they will help you save money. لذلك أنت تقدر توفر من فلوسك، معنى ذلك إن القطارات catch فعل، لا مفيش هنا، أنا عندي فعل مساعد هنا، في فعل في الجملة خلاص. aren't leave ما ينفعش اصلا بعد الفعل المساعد اللي هو verb to be يجي فعل من غير اي ان جي، فاي فعل عندك فوق بعد aren't تلغيه خالص. طب بص يا جماعه عشان الحته برضه تفهموها، لما الاقي نقط بعد verb to be يبقى اختار حاجه من الاثنين، يا فعل زائد اي ان جي يا صفه. اول ما الاقي am is are اختار حاجه من الاثنين، يا verb to be يا اختار، قصدي بعد verb to be اختار صفه يا فعل زائد اي ان جي. هنا عندي فعل زائد اي ان جي، لا ادور على صفه. كاتش فعل، ليف فعل، اكسبنسيف، ده الكلام ده لو انا مش فاهمه معنى الكلمات، انا بقول كده للناس لما خلاص تقف معاهم خالص ما يبقوش فاهمين معنى الكلمه. فعندي ارنت بدور على صفه اكسبنسيف غالي، يبقى القطارات مش غاليه. يو شود نو ذا تايم تيبلز، انت يجب انك تعرف جدول المواعيد اوف ترينز، جدول مواعيد القطارات. تو تو ايه؟ تو عندي تو هنا، يبقى عايزه فعل في المصدر. عايزه اعرف اغلب مواعيد القطارات علشان، علشان ايه؟ وان اون تايم، يعني يبقى علشان احصل واحد في الميعاد، احصل يبقى كاتش الحق، الحق بواحد في الميعاد. هنا ما عملناش على دي رقم واحد. تو كاتش وان اون تايم بيفور ات، عشان نلحق واحد في الميعاد قبل، قبل ايه طيب؟ بيفور ات ايه؟ فروم ذا اتس بلاتفورم. بيفور ات اكيد قبل ما يغادر الرصيف، يغادر، يغادر. طب ليف يغادر، ليفز يغادر، هنا الفاعل مفرد يبقى ليفز. It's interesting to look. إنه من الجيد to look إيه the window. يبقى and see attractive places. إنه من الجيد إن أنا أنظر بين الشباك أو بره الشباك علشان أشوف المناظر الجذابة. Look إيه بره؟ فين بره؟ هنا بره، بره look، يبقى look out of. دي رقم أربعة. يبقى من الجيد من الشيق إن أنا أبص من الشباك وأتفرج على الأماكن الجذابة. دول تلات قطع، دي صفحة 46. دول تلات قطع في كتاب جيم. تعالوا نشوف قطعة في كتاب المعاصر. كتاب المعاصر قطعة اهي. I am looking forward to our trip. انا اتطلع الى رحلتنا. طبعا خدنا looking forward شارحينها قبل كده. To the Ormond Garden اللي هي اللي حديقة الأورمان. It not at AM. عندي جملة it and at AM، عندي جملة ما فيهاش فعل، يبقى هي بتفتح الساعة 9. طب تفتح جيت؟ لا open، ايوه بس دي ما فيهاش اس وانا عندي الفعل مفرد. opens هي دي، يبقى it opens at 9 am and it takes about an hour to، وكمان بتاخد حوالي ساعة to ايه there by car علشان توصل هناك بالسيارة. اوصل هناك get زي ما قلناها قبل كده، get there اوصل هناك. the online reviews about the garden are fantastic. online reviews اللي هي ايه؟ يعني ريفيوهات الناس او راي الناس عنها على النت او على الاونلاين، فانتستيك رائعه. ذا جاردن از فيري بيج، الحديقه كبيره جدا. اند ذير از لوتس تو سي، تو سوري تو نقط، في يوجد الكثير من، علشان ايه؟ تعالوا نشوف، الحديقه كبيره جدا ويوجد الكثير لكي يفتح، لا لكي يريح، مش باينه تو، يبقى عايزه فعل. طيب عندي اوبن فعل وعندي سي فعل، ينفع اقول في كثير في الحديقه انك تفتحه؟ لا، يبقى ان انا اشوفه،
يعني في الحاجات الكتيرة في الحديقة ممكن تشوفها. make sure اتأكد that you wear not shoes. make sure that you wear make sure that you wear not shoes. تأكد ان انت لابس shoes ايه not shoes. open shoes مفيش حاجة اسمها open shoes. comfortable shoes هي دي. يبقى اتأكد ان انت لابس wear comfortable shoes. شوز مريح. تمام؟ ادي القطعة يا جماعة ان شاء الله تكون سهلة عليكم بالطريقة دي. تمسكوا كل جملة لوحدها كل جملة. ادي من اول 8 مثلا 8 نقط 9 AM and takes about an hour. ايه اللي ممكن يكون 9 AM؟ وادي عندي فاعل يبقى بعد الفاعل فعل. عندي فاعل يبقى هيبقى بعده الفعل على طول. يا فعل عادي يا فعل مساعد. هنا محتاجة فعل عادي. هنا تو بيجي وراه الفعل في المصدر. يبقى ادور على فعل ينفع مناسب. هنا يفضل ان انت تلبس شوز ايه؟ يبقى عايزه صفه للشوز كومفورتبل. احاول لو انا ما فهمتش الجمله احاول افهم الجمله دي عايزه مني صفه ولا فعل ولا حرف جر، عشان حتى لو انا مش فاهم المعاني وخلاص يعني ان شاء الله ما توقفش معاكم حاجه، بس خلاص وقفت معايا خالص ومش فاهم المعاني خلاص اخدها بالفهم كده. هنا باين فعل يبقى عايزه فعل، وادي فعل فيه اس عشان ده فاعل. حتى لو مش فاهم المعاني بدور على فعل فيه اس. هنا تو بيجي وراه فعل في المصدر. هنا طبعا عايزين نفهم المعنى. هنا عايز تلبس ايه مصفة للشوز، فحاول افهم ايه اللي انا هحتاجه من في الفراغ ده، اسم ولا فعل ولا حرف جر. اتمنى تكون فهمته لحد ما كده، حتى لو بنسبة 70%، ولما نحل تاني ان شاء الله تفهم اكتر. ربنا يوفقكم جميعا يا رب.